مواصفات الرئيس، بقول المواصفات لازم يكون يا عنده غطا مارونه يا مارونه هو مغطى حاله من شعبيته. بس ما بيكون مارونه جيد مفروض على طائفته ومفروض على ممثلين الطائفه وتقول لي هذا مارونه هذا نحن بنعرف. المرشح الطبيعي الذي ندعمه في الانتخابات الرئاسية هو الوزير سليمان فرنجي. أنا قابل بأي اسم بس أعطيني المشروع. إذا مش قادرين نوصل الرئيس اللي بدنا إياه أعطينا المشروع. أنا بعتبر شيئين أساسيين، لا مركزية والصندوق الائتماني يلي منحط فيه أصول الدولة، هول شغلتين أعطيني إياهم بشكل مضمون ووسبق بقلك أنا بصير الرئيس. يعني تفصيل إذا حسب الله بده يرجع يتمكن يجيب رئيس، يجيب رئيس لقله أو بيشبهه أو على طبطابه أو يعمل له. بدنا نعيد النظر ساعتها بكل شيء لأنه ما بقى فيه يستمر البلد هيك. بشو يعني شو البديل على نظام جديد؟ كل البحث للبحث. بس حكيم ممكن يتم تفسير هذا الكلام، تفسيره أنه دعوات ل يمكن فيدراليات أو لمركزيات موسعة. ما بدي احرصوا على وحدتكم الوطنية بدل أن تتلهوا بطروحات تقسيمية لا أمل لكم بتحقيقها في هذا الزمن ولا نرى موجبا لها على الإطلاق. أنتم تتسلون. Yeah,